السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تكون انت داخل تاخد معلومة من موقع فوجئت ان في صور مش كويسة، فتعمل ايه؟ في أداة اسمها هايد ايمج، اول ما تدوس عليها بيبدأ يفتح لك الموقع بس من غير صور، بيخفي لك كل الصور. الأداة دي موجودة في انترنت اكسبلورر وموجودة في الفايرفوكس وموجودة في جوجل كروم، وهي أداة بسيطة. ولو عايز تشوف بقية الموقع خلاص بتعمل ريفريش، تمام. ولو انت عايز تخفي الصور بتدوس هايد، يروح خافي الصور على طول.